هناك ملاحظة جوهرية. الملاحظة الأولى هو أن بالنسبة للمداخل التي ركزنا عليها نحن لي يعني بلورة من نموذج تنموي جديد بمعنى الكلمة لم تتوفر مع الأسف في الوثيقة التي تم تقديمها الآن. أولا على مستوى المنهجية، كانت منهجية مثلا إذا قارنا مع تقرير الخمسينية كانت هناك يعني بلورة وثيقة من طرف خبراء وكانت ترويجها ومناقشتها. يعني المنهجية التي اعتمدت هذه اللجنة بدعوى أنها منهجية تشاركية، ولكن المشكلة هي أنه الآن قدمت وثيقة نهائية إذن هي غير قابلة للتعديل، وهذا هو يعني نقطة الضعف الكبيرة في هذه الوثيقة. نحن كنا نفضل أن يكون هناك مشروع وثيقة وتعرض على النقاش، تعرض للنقاش العمومي وتتلقى يعني التنقيح ومن الخبراء ويتم اعتمادها بعد ذلك من طرف المؤسسة العمومية. الآن يعني أصبحنا أمام وثيقة نهائية يعني تطرح تصورا شموليا، هناك محاور من طبيعة الحال استراتيجية، هناك رافعات ما سمي بالرافعات، هناك الآليات بما يتعلق بالجانب الاقتصادي المحض، هناك غموض في الحقيقة رغم أن الوثيقة تدعي الوضوح والشفافية، لأنه فيما يتعلق مثلا بالجانب الأساسي اللي هو التمويل، مسألة التمويل ليس هناك آلية تمويل حقيقية، لأنه لا وجود لإصلاح جبائي وإصلاح ضريبي حقيقي عادل ومنصف، وإصلاح اللي كان ممكن يكون فعال في تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع المهيكلة ولتمويل ما سمي بالإصلاحات المهيكلة والاستراتيجية. فاللجوء لسوق الرأسمال لسوق الدولي للرساميل والاعتماد على الشراكة مع الأجانب والجلب للاستثمارات الخارجية، كل هذا ليس راهين بإرادة المغرب، هذا يخضع لظرفية اقتصادية، يخضع ونحن نمر بظرفية صعبة ولا ندري كيف ستكون أفاق المستقبل في ظل هذه التحولات الكبرى. وهناك تنافس كبير بين الدول الصاعدة وكل الدول النامية والإفريقية على جذب الاستثمارات، إذن الرهان على الاستثمارات الخارجية وعلى الشراكة مع الدول الأجنبية وعلى السوق المالي بما يعني القروض بما يعني الاعتماد على الهبات، هذا غير واقعي، غير واقعي. كان من المفروض أن نعتمد على إمكانياتنا على طاقاتنا الذاتية وعلى إصلاح جبائي حقيقي يمكن الدولة من الحصول على موارد كافية لتمويل يعني المشاريع الكبرى. هذه ندوة أولى كما قلت من أجل تقديم قراءة في النموذج التنموي الجديد الذي تم تقديمه بشأنه تقريرا يوم 25 مايو السابق. فكما تعرفون مذكرة ديال فيدرات اليسار الديمقراطي التي تقدمت بها أمام اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تضمنت على الأقل 6 مداخل أساسية من أجل تجاوز الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا والتأسيس لمغرب جديد، مغرب ديمقراطي، مغرب تتقلص فيه الفوارق الاجتماعية والمجالية وحسب الجنس، مغرب يحقق الكرامة الإنسانية، مغرب الجهات المتكافئة المتضامنة والتوزيع العادل للثروات، مغرب المواطنة. كل ذلك حددناه في 6 مداخل. أولا المدخل الأساسي ألا هو مدخل الإصلاحات الدستورية والسياسية من أجل بناء المغرب الديمقراطي بديمقراطية حقيقية وما يتطلبه ذلك من إصلاحات مواكبة. ثانيا المدخل الحقوقي ومدخل الحريات، لأنه لا يمكن أن نتصور وضع نموذج تنموي جديد يكتب له النجاح إلا إذا كان يحترم مدخل الحرية ومدخل الحقوق لكي يتم هناك التفاف حول المشروع. ثالثا المدخل الثالث هو مدخل اقتصادي، لأنه لا نموذج شامل وكامل بدون مشروع اقتصادي تقدمنا في إطاره بمقترحات دقيقة بخصوص يعني محاربة يعني الريع والامتيازات والزبونية والنفوذ كيفما كان من أجل تأسيس نموذج اقتصادي مزدوج
يبنى على جهوية حقيقية، يبنى على إصلاحات كثيرة، ولكن أصلها هو الإصلاح الضريبي الذي سيمكننا من التوزيع العادل للثروات. كذلك إصلاح اجتماعي وإصلاح يعني المنظومة ديال الحماية الاجتماعية، لأنه لا يمكن أن نتصور نموذجا، ونحن بعد الكارثة ديال كوفيد رأينا بأن الفوارق ازدادت على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى المجالي، وأن هناك احتجاجات شعبية عارمة، وهذه سمة كل بلدان التي فيها وعي من قبل الطبقة المسحوقة. ثم أنه الاقتصاد خصو يتبنى على الشباب وخلق فرص الشغل، وتتعرفوا النسيج الاقتصادي المغربي فيه 95% ديال المقاولات الصغرى المتوسطة والمقاولات جد الصغرى واللي هي اليوم كتعاني راكم عرفتوا شحال ديال التسريحات وكذا. ثم المدخل البيئي اللي هو اساسي، واللي هو بالنسبه لينا حنايا مشروع اللي خصو يخترق كل هذا النموذج بشكل عرضاني، لانه احترام البيئه اليوم الجميع يؤكد على المركزات الانسان واحترام البيئه، والا لن تكون هناك حتى امكانيه العيش على هذه الكره الارضيه. وكاين الجانب الثقافي اللي هو اساسي. قراءتنا احنا في ذات اليسار وان المساله السوريه هي في قلب ديال اي تغيير اللي يمكن له يكون عنده علاقه بالمنظومه الاقتصاديه وكذلك القضايا الاخرى، لان قراءتنا انت سمعنا من بعد بتاتر هذا النموذج العناصر ديال الاستمراريه اللي فيه بالنسبه للسياسات السابعه اكثر بكثير من عناصر ديال القطائع اللي كانت ضروريه واللي حنا كنا كنطمعوا انها تكون مرحله جديده فعلى حتى بطبيعه الحال مع الجو العام اللي كتعرف بلادنا والضروره ديال الانفراج السياسي، ضروره ديال الاشراك ديال المجتمع في مجموعه من القضايا، وضروره اننا ندخلوا في الانتخابات الجديده بقوانين جديده اللي كتضمن الاشراك والمشاركه ديال اوسع الشعب المغربي في هاد النموذج اللي جا. فهو اقتراحات، لكن هاد الاقتراحات ما كتبعش كثير بالنسبه للمكانه سابقا. كيتكلموا على المديونيه، كيتكلموا على القطاع الخاص، كيتكلموا كذلك على توسيع الوعاء الضريبي الى اخره، والانتيغراسيون ديال القطاع غير المهيكل، ولكن في اعتقادنا ان ما كاينش طموح في الواقع لا على مستوى التصور ولا على مستوى التمويل والبحث على موارد جديده، خصوصا الموارد الضريبيه اللي ما كيتكلموش عليها، تضريب الثروه مثلا، تضريب لا سوكسيسيون الارث الكبير الى اخره، كله كان المفروض تجي في هاد. والشيء اللي كيطرح كامل كلش هو هذا النموذج ما جاوبوش بشكل دقيق على ماهيته وش فين كيجي.